مع كلمة من الأستاذ محمد الشافعي ثم الصورة الجماعية. أولا الحقيقة على زي ما قلت لحضراتكم أنا يعني شرفت بإني أشارك في أكثر من 2500 ندوة. الندوة هذه الليلة الحقيقة أنا بشكر صديقي العزيز الدكتور سامعة، صديقي العزيزة أستاذة عزة عز الدين على أنهما استطاعا الحقيقة أن يجمع كل هذه القلوب الجميلة وكل هذه المشاعر الدافئة الراقية. وبشكر حضراتكم فرضا فرضا الحقيقة على إنه هذا الصمود وهذه المثابرة في الجلوس في طبعا بعضنا مهتم المباراة بدأت أكثر من نص ساعة فإنه يبقى في لسه حضراتكم موجودين يعني شيء رائع جدا وشكرا عليه. بشكر طبعا الصديقة والفنانة القديرة الحقيقة الأستاذة سميرة عبد العزيز الحقيقة موجودها وهي مش معتادة إنها يعني إنها تسهر أعتقد إنها بدري لكن كنا حضراتكم الحياة بجد بجد انا هذه الليلة كويس قوي انا ما عيطتش يعني الحقيقة بس انا عاتب عليكم الدكتورة انا اتكلمت دكتور متخيل انتوا يعني كان كل واحد كان بتجيله حاجة وتظبطوا الليلة يعني فبعد ما هي اتكلمت يعني لكن على اي حال المحبة اعتقد اكثر من اهم من الفلوس وبعدين مسألة الدعم دي على صفيقة هي اللي بتقول بعملها الدعم دي بجد بجد انا بشكر منتدى السيد العربي بشكر دكتور حسام احنا اصدقاء بقالنا يعني فتره طويله جدا الحقيقه رغم انه زي ما هو اشار ان احنا بيننا بعض الاختلافات الفكريه لكن العلاقات الانسانيه زي ما انا واخويا نشأت المصري بيننا خلافات فكريه لكن احنا اصدقاء بجد يعني وهي قضيه محمد انا ما بحبش في هذا اليوم اللي فيه مشاعر جميله دي ده هنتكلم في مسائل سياسيه لكن هي زي ما بقول دايما لاصدقائي المقربين اللي انا بحبهم وحريص عليهم انه ليس مهما ان تحب او تكره لان دي مشاعر انسانيه المهم ان تكون لديك معلومات خاطئه وهي الكارثه في كل الذين يتعاملون مع ملف مصر في تفصيلات السكنات ان لديهم معلومات خاطئه يعني يحرص الحلف الصهيوني الامريكي على ان يرسخ هذه المعلومات في عقول كثير من الاشخاص لكن خلونا هذه ليله جميله ليله حب ليله مشاعر نبيله الحقيقه يعني بجد انا سعيد بجد سعاده كبيره جدا والمره الالف والمره المليون بشكر اصدقائي الاعزاء من منطقه السد العربي دائما وابدا هذا دور يقومون به وهو دور مؤسسات واعتقد انه بالفعل هذا الكيان تحول الى مؤسسه محترمه بتدعم الادباء والمبدعين في كافه مشارب الادب والابداع وايضا تطبطب على اصحاب العطاءات الجميله وهذه الطبطبه اعتقد ان كل مبدع مهما على شانه هو في اشد الاحتياج الى من يقول له شكرا انا مشكور بشكرا جميعا على هذه الاحتفال شكر لحضراتكم وبنوه مرة تانية عن ندوة يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله مع الدكتور محمد ابو الله وبكرة في بث مباشر مع الفنان رشوان توفيق باذن الله على صفحة المنتصر. اتفضلوا حضراتكم ناخد الكلام.